اليوم الإخبارية، أخبار على مدار اليوم والساعة. اسمع الخبر وانت في مكانك. بالأسماء والأرقام، نتيجة انتخابات مرشحي مركز أبو قرقاز بالمنيا. أعلنت اللجنة العامة في مركز أبو قرقاز بمحافظة المنيا نتائج انتخابات مجلس النواب، والتي تضم الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاز ومكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاز، والتي خصص لها مقعدين فقط ويتنافس عليها 27 مرشح، وهي كالتالي: مجدي سعداوي 12660، مصطفى عبد الرحمن 8871، سيد ياسين نجيب 2851، منير مكرم الله منير 12567، حسن إسماعيل محمد 4075، محمد خيري عبد السند 8262، حسام محمود أحمد 16358، محمود رمضان أحمد 6474، أحمد محمد عبد المنعم 17052، بركة سالم أحمد 11031، محمد نايف محمد طالب 15673، وليد محمد التوني 10868، إسماعيل طه إسماعيل 2326، مصطفى التوني 10416، عاطف محمد كامل 4505، هيثم فاروق 16240، وليد ضاحي عبد العزيز 15515، محمد أبو بكر محمد 2990، محمود خيري غلاب 9091، جاد محمد عبد العزيز 3045، محمد صوي فريد 1115، نوار حسن محمد 7375، عبد الناصر البرباوي 5094، طارق مفتاح 8207، أشرف محمد شوقي 8099، عادل ياسين 1025، وسام محمود أبو الصفا 12047. مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. أتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الأخبار الجديدة يوميا. اليوم الإخبارية، أخبار على مدار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.